عندي هنا حبة بندورة متوسطة، بصل كمان زيها، فلفل رومي بارد، وبقدونس تقريبا نص حزمة. أنا الكمية اللي راح أسويها صحن نص دور دجاج، نص كيلو تقريبا. راح أفرمها في الفرامة محضرة الطعام وارجع لكم. راح أفرمها ناعم. فرمتها هنا، راح نزلها في صفاية عشان تنزل إذا فيها موية. خليها في الصفاية هنا عشان تنزل مويتها، ونروح نفرم الدجاج بنفس محضرة الدجاج. هذا محضرة الطعام، راح أفرم الدجاج. عندي صدور دجاج كاملة، شايفين كيف نزلت الموية؟ هذه صفيت تمام من الموية حقتها، لكن الموية فيها طعم موية البصل وموية الفلفل، ما راح أفرط فيها، بستخدمها وتشوفون دحين كيف. بخليها بكاسة عندي ونشتغل الباقي. نرجع لكبابنا. هنا فرمت الدجاج بمحضرة الطعام ناعم، أنزل عليه اللي الخلطة اللي سويتها معاكم. أحتاج بقسماط أو دقيق، أنا أفضل البقسماط عشان يسحب الرطوبة من الخلطة. عندي هنا عندي معجون فلفل أحمر بارد، دبس فليفلة، ما عندك استخدمي معجون طماطم مو مشكلة، بهارات مشكلة لا تكثرون، ملح أكيد. فلفل أسود بس، وقلبوا الأشياء كلها مع بعض، المقادير كلها مع بعض. نحتاج اليد أفضل في التقليب. كذا جهزت خلطة الكباب عندنا، شايفين ما شاء الله من الشكل يفتح النفس. راح أغلفه وأدخل الثلاجة لحد ما أخلص تجهيزاتي، وأهم شيء الفرن بنات أعلى درجة. ممكن تسوينه على النار عادية على الصاج كذا تقلبينه، وممكن في الفرن، الفرن ده نار عالية من فوق بس، وتقربين الصينية منها. بعدين لو وصلنا المرحلة دي راح أوضحها لكم. نغلف وندخل الثلاجة تبرد على بال ما نخلص. أحلى طريقة وألذ طريقة لشوي الباذنجان، مثلا بتسوين بابا غنوج ولا تسوين متبل الباذنجان، هي الطريقة هذه. حطيه على النار، لا تقلينه ولا تحطينه في الفرن ولا قلاية هوائية. تبغين طعم شوي فعلا، يعني طعم لذيذ، مو بس شيء يمشي الحال. هي تنفع في الفرن وتنفع في القلاية الهوائية وتنفع قلي، لكن من جد بالطريقة هذه طعم الشوي روعة. شايفين دحين استوت، أنا خرمتها بسكين وحطيتها على النار لحد ما استوت. شايفين دحين راحت لينا كذا. راح الموية اللي طلعتها من البصل هذه راح أضيف عليها بابريكا وملح وشوي بهارات مشكلة، وراح أضيف عليها زيت. راح اخليه على جنب وبعدين تشوفون ايش راح اسوي فيها. بس انا جهزتها معاكم عشان ما دخلت الكباب الفرن، راح امسحها فيه تعطيها طعم ولون حلو وتعطيها طعم اكثر. هنا راح ادخلها الفرن على حرارة عالية من فوق بس، وارفع الصينية في الرف اللي فوق لحد ما تتحمر، واطلع اطلعها اقلبها وارجعها مرة ثانية. الحين نجي وقت هذا المحلول اللي سويته معاكم ونمسحه على الكباب بالطريقة هذه. هي في الفرن بعد ما أخذت نص استواء لسه ما قلبتها، يدوب على الوجه الأول، نمسحها بالمحلول هذا اللي عندي وأرجعها للفرن مرة ثانية. نجي نتبل الباذنجان. هذه لما أقول لكم طعم الشوي، شايفين هذه ترى مو قشرة، القشرة أنا شايلتها كلها، هذا تحمير رهيب، الطعم يجنن. لا تفوتكم إذا بتسوون متبل باذنجان.
عندي هنا الباذنجان، احتاج بقدونس، ثوم، زبادي تقريبا ملعقتين، انا عندي حبتين باذنجان متوسطه، تقريبا ملعقتين طحينه، احتاج ليمون، ملح وفلفل. نجي نتبل الباذنجان، هذه لما اقول لكم طعم الشوي، شايفين هذه ترى مو قشره، القشره انا شايلتها كلها، هذا تحمير رهيب الطعم. الجندونس الحين راح اخلطها ناعم بالخلاط واشيل. الحين راح اقلبها وارجعها الفرن يستوي الجهة الثانية. بنات الريحة تجنن من جد، الجوع. وهذا متبل وجهز عندي، راح انزله في الطبق حق التبل. من جد ريحة الشوي رهيبة. عندنا هنا بنسوي الحمص اللي فوق المتبل، عندي ملعقة زبدة كذا دوبتها على النار، وعليها حمص معلب بس غسلته نشفته من الموية، راح أعطيه تحميصة خفيفة، بس أخذ حمصة خفيفة نزل عليها الملح، الفلفل الأسود، رشة بسيطة بابريكا، بهارات الكاجون، تقليبة خفيفة، خلاص جهز كذا الحمص، ننزله على المتبل هو الزبدة اللي معه، وننزل الحمص على المتبل، ويا سلام سلم، وأحلى متبل باذنجان حمص، وألد صحن كباب من عمل يدك في بيتك. من جد الريحة يا بنات تجنن، وألد نجرب واحدة. من جد يمي، صاحنة لذيذة وطرية روعة، وأنا الطبقين بأسهل طريقة.